بما اني بدرس ياباني وحياتي كلها عن اليابان، لازم اجي مكان بتاع كاكي جوري. كاكي جوري ده اللي هو الشيفد ايس كريم اللي هو بيتجاب من اليابان. وانا بصراحه عملت اوردر لحاجتين معروفين قوي هنا. السبيشال النهارده هو ساكورا ماتشا، يعني حاجتين ياباني قوي، شاي اخضر والجابانيز بلوسم اللي هي الزهره بتاعتهم. فانا بصراحه متحمسه جدا اكل، وكمان عملت اوردر لهوكايدو تشوكليت سوفليه. هوكايدو ده مكان في اليابان، ويعني انا كنت متوقعه ان السوفليه هيبقى اكبر من كده، بس يعني ده في فرق كبير جدا ما بين السوفليه هنا والسوفليه عندنا في مصر يعني. بس انا بصراحه متحمسه قوي، والمفروض ان هو من فوق ساكورا ومن تحت ماتشا، ف يعني انا مش عارفه انا هاكل ده لوحدي ازاي بصراحه، بس هو شكله تحفه. تحفه. ده تلج مجروش وعليه ويبت كريم، ودي تقريبا شوكولاته بامبا، وانا بحب اي حاجه بامبا بصراحه. انا درست بيوجعني بس عادي، ما عنديش اي دم. والماتشا اهي جوه. اوه لفها كده عشان الكاميرا بس تشوف. طعمها حلو جدا. الجو حر قوي النهارده، فدي سناك كده تخلي الواحد يحس ان هو منتعش. المكان ده مشهور قوي هنا، وبيقولوا ان هما بيجيبوا التلج من اليابان، عشان كده المكان ده غالي سنتين، بس بصراحه عادي. انا قلت بما اني في هونج كونج ناكل شويه حاجات ياباني، لانه في حاجات كتير قوي ياباني هنا. ممكن ندوق بقى السوفلي. تحفه، طعمها حلو جدا، والاتنين مع بعض عاملين كده حاجه حلوه يعني. فرحانه جدا ان انا جيت النهارده هنا، وكان نفسي بصراحه اوردر المنيو كلها، بس مش هقدر اكل كل ده لوحدي يعني.